هل من الأمور الواجبة على الفتاة أن تزور أهلها وأقرباءها إذا سمحت لها الظروف بدون محرم في نفس البلد والمسافة غير بعيدة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، نعم، يجوز للمرأة أن تزور أقاربها في البلد إذا لم يترتب على ذلك محذور شرعي، وذلك بأن تخرج غير متطيبة وغير متزينة، وأن تخرج بلباس ساتر لا زينة فيه. ففي هذه الحالة تكون زيارتها لأقاربها مستحبة لوجود المصلحة وانتفاء المضرة. أما أن تخرج وهي متطيبة أو وهي متزينة وغير متسترة وتتعرض لفتنة، ففي هذه الحالة لا تجوز الزيارة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي هذه الزيارة مفاسد كثيرة فلا يجوز لها في هذه الحالة. وكذلك إذا كان لها زوج ويمنع من خروجها، إنها لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذن زوجها فإنها تكون عاصية وحرام عليها الخروج بدون إذنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.